فانكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، غير أمه. ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم صفوان بن أمية، أمه فاخبة بنت الأسود ابن المطلب، كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها أهو. ده صفوان ابن إيه؟ ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز أمه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى أكنها طرأت على الايه؟ على الأسرة. الطرق على الأسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع إلى المرأة التي هي مين؟ تحت أبيه. ربما راقت، ربما أعجبت، فإذا ما راقته وأعجبت أقل أنواع التفكير إنه يقول بعد أبويا ما ينتهي أبقى الجوز، إما كانش يفكر إنه يمد عينه إليه. فحين يوجد له الأمل في إن بعد أبوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في إنه يتخلص من أبيه. وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل، أمل الالتقاء ولو بالحل، وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد، فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول، وقد ينصرف إلى العقد، إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى، لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها إيه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية، يبقى معناها العملية إيه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق إلا ما قد سلف. لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف، طب اللي سلف ده إيه؟ قال لك لأن ما سلف كان موجود، يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه؟ موجودا. هو قال إلا من سلفت، لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه؟ اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما، عشان ينصب على الزمن، ينصب، يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه؟ لكنه لو جاء بمن؟ يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح انها ايه تفضل. ام قال لك لا، الا ما سلف ايه؟ يبقى رجع لمين؟ يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب ان واحدا كان قد تزوج بامرأة ابيه ثم جاء الحكم، ايقول سلف ان تزوجها قبل الحكم؟ نقول له لا، الزمن انتهى. اذا فما سلف يعني ايه؟ الزمن، وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجه ابدا. مفهوم الكلام؟